غادي تشوفوا معايا في هذا الفيديو هذا واحد الشقه، واحد الهميزه عقاريه واعره، هميزه عقاريه ممتازه من ناحيه ديال الديكور، من ناحيه ديال الموقع، من ناحيه ديال التشطيب ولا فينيسيون ديالها، داكشي اللي كنقلبوا عليه كاملين. في عماره اللي فيها 4 ديال الطوابق، وكل طبق فيه فقط جوج ديال الناس، راه هي برطمه، راه هي شقه، وهذه راني خارج منها. عندي الدراجات ديالي هما هادو بالإينوكس، وكذلك بالرخام، ونزيدكم هي كاين فيها المسعد ولاسانسير، وكاين واحد الباركينغ خارجي، ماشي باركينغ تحت ارضي، كاين باركينغ خارجي قدام هاد العماره هادي، وكنتواجدوا على شارع اللي هو شارع كبير. اذا سيداتي سادتي، اجدد الترحاب بكم اينما كنتم، ومن مدينه مكناس اقدم لكم هذا العرض اليوم، هميزه بمعنى الكلمه من معنى، شقه بثمن ديال 640,000 درهم، وشقه كذلك ب 620,000 درهم. هاد الشقق فيهم وحده اللي كتشوف على شارع كبير هو اللي كنتواجد فيه دابا، شارع اللي كدوز من قدامه طاكسي، كيدوزو من قدامه جميع المواصلات، طاكسي طوبيس، كذلك المدارس قرابي ليه والمسجد، ونزيدكم الحمام وكل حاجه كنحتاجوها في حياتنا كاينه. كنتواجد بكم اليوم بالحي ديال كاميليا، واحد من الاحياء الجديده، واحد من الاحياء اللي عرفات واحد التطور ديموغرافي كبير، واحد التطور من ناحيه ديال البنيان، وواحد المنافسه كبيره من ناحيه كذلك ديال الديكوراسيون ديال الشقه والابداعات كما كتشوفوا معايا. شوفوا معايا الشقه ديال اليوم كيدايره، مساحه ديال 100 متر مربع، فينيسيون اللي واعره، وجايه على شارع اللي شارع كبير، شارع حدا كلشي. بالنسبه للارضيه كلها فيها الايحاءات وكانك كتمشى على رخام. بالنسبه للفصاله ديال هاد العقار هانتوما تابعوني. بالنسبه للباب ديال لونطري عندي هي هادي، الباب ديال الدخله هي هادي، كلها باب بلاندي كما كتشاهدوا معايا. شوفوا شحال مسته اللي عند هاد الباب هادي، وحنا عندها الباب دو الفصاد، وحنا داخلين كنلقاو على يدينا اليسار كنلقاو عندنا حمام والدوش وطواليت كبار. مزلجين حتى السقف. علاش مزلجين حتى السقف؟ لان كاينه واحد الديبار الفوق، واحد البيت اللي كنسميه انا بيت ديال الخزين، هو داك الفوقاني كاين، وعندنا طواليت روميه ولا طواليت بلديه عفوا هي هادي. فاش كنكملوا الدخله ديالنا تلقاو الصالون بوحديته، الصالون معزول على الدار، صالون بديكورات ديال الخشب، شرجم كيشوف على الزنقه على الشارع، وشارع اللي هو رئيسي، شارع اللي كيدوزو من قدامو اللي بغيتي في المواصلات. كما قلت لكم كنتواجد بكم بحي ديال كاميليا بمدينة مكناس على الشارع الرئيسي ديال كاميليا. هاد الشقة هادي اللي كتشوف على الشارع الثمن ديالها 640,000 درهم، وهاد الثمن راه قابل للتفاوض وللنقاش. والشارع اللي ما كتشوفش الشارع اللي كتشوف على الجهة الغربية الثمن ديالها هو 620,000 درهم، فرق ديال 20,000 درهم ما بين الشارع وما بين ما كتشوفش الشارع، وبجوج بهم مشمشين، وبجوج بهم يعني نفس الفينيسيون، وبجوج بهم بهجين كما كتشوفوا معايا. شوف لا سيدي شوف لا لا، بالنسبه للغرفه ديال الوالدين كيفاش جات، غرفه اللي هي كبيره، غرفه اللي هي متسعه. شوف الديكورات اللي داروا في الراس ديالنا موسيقى، ونزيدكم بلاكارات على قد ديال الحيط كامل، وبلاكارات اللي هما جاهزين، حاجه اللي قلما كنلقاوها بصح، قلما كنلقاو بحال هاد الديكورات ديال هاد البلاكارات. ونزيدكم هي كاين في وسط القلب ديال الحب ديال البيت ولا ديال الغرفه، كاين عندنا حمام بالدوش طواليت ديالو. هاد العقار كيتواجد في عماره اللي فيها 4 ديال الطوابق، 4 ديال الطوابق، كاين المسعد ديال المسعد، وكاين باركينغ ديال السيارات خارجي برا على العقار، ماشي تحت من العقار، برا على العقار. ما قلت لكم بالنسبه لاي حاجه احتاجها الانسان كاينه. وانتم اعزائي المشاهدين، اذا كان عندكم شي عقار بغيتوا تحطوه في البيع، فانا راهن على الخدمه، وراه الاشاره ديالكم فيك في الاتصال والتواصل معي في الرقم اللي كيبان لكم اسفل الفيديو. دابا دخلت بكم للغرفه الثانيه، الغرفه الثانيه حتى هي فيها فينيسيون ممتازه، فيها بالكون ديالها، والحاجه اللي زوينه عجبتني في هذا العقار ديال اليوم راه هي فيه البلاكارات. بلاكار شفناه في الغرفه الاولى، وانتم كتشوفوا معايا البلاكار اللي هو جاهز في الغرفه الثانيه، والغرفة الثانية فيها حتى البالكون ديالها اللي كيطل على الشارع. ما تنساونيش اعزائي المشاهدين بالضغط على الزر ديال الاعجاب والاشتراك في هذه القناة، ربما تلقى العقار اللي كنتي كتقلب عليه انت او احد من الاصدقاء ولا احد من افراد العائلة، حتى يتسنى لكم
ولا يوصلكم الاشعارات، اشعارات بعروض عقاريه جديده. اذا كانت هذه الغرفه الثالثه هي هذه، كلهم فيهم فينيسيون ممتازه وممتازه حقا، لا من ناحيه ديال الخشب، لا من ناحيه ديال الارضيه، لا من ناحيه ديال الصبغه. وبقات لنا اخر شيء اللي غادي نشاهدوه اعزائي المشاهدين، الا وهو المطبخ. فالمطبخ كله جاهز هديه من هذا المقاول هذا، ومطبخ فيه البالكون ديالو ومشمشه دويره مشمشه على حقها وطريقها. بالنسبه للجهيزات كاينين لنا الفرن، كاينين لنا هذا الشفاط ولا لاوط، وعندنا الفرن، الفرن الثاني ولا لابلاك. يعني هذا هو العقار ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم العقار اللي قدمت لكم اليوم اعزائي المشاهدين. اللي بغى يشوف هذا العقار على الكتف فمعلي الى الاتصال والتواصل معي، فانا راهن الخدمه من اجل زياره ميدانيه وزياره في عين المكان ديال هذا العقار هذا. كنقول لكم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في عقار مقبل مع اف ان ومع طارق. شكرا جزيلا.